يعني الشغل له وقته كمان، بشتغل وين ما كان، بالبيت وبالمطعم. أصلاً أمي جابتني وهي عم تشتغل بالمطبخ. شو ناموا الكل؟ إيه، وليش ما نمتي؟ من أول ما إجيت وأنا عم قلك بدي أحكي معك بموضوع. مثل ما أنك شايفة ما فضيت، الشغل واصل لفوق راسي يا أمي، والصبح رايحة على المطعم. طيب تتهنى العجينة. شو صار لك بنتي؟ احكي شو القصة؟ أسماء؟ بنتي احكي لي شبك، شو الموضوع؟ بابا كان يحب الفطاير شي أمي؟ أنا شو بيعرفني أمي؟ صار له زمان ميت، ما بتذكر هيك شغلة. أوه، عم تحكي من زمان كتير، ما بعرف، ما بتذكر. أمي أنتي ولا مرة حكيتي لي شي عن أبي، ما حكيتي لي شو بيحب، شو بيفضل، شو بيكره، أي شي. ما كان بيحب شي وما بيعجبه شي، شو ما عملت ما بيعجبه، وإذا بسأله بيعصب، وهي الله شاهد على كلامي. ليكي بنتي، ولدت بالمطبخ وعشت حياتي بالبحر الأسود وشاطرة، أنا كتير بعمل الفطاير، بتعرفي بكل المنطقة ما حدا بيعمل مثل فطايري، مشان هيك ما في حدا بيعمل فطاير باللحمة، فقلت أنا بعملها، وبالفعل عملتها. وبس هيك يا ربي. ليش ما منصير عيلة عادية يا أمي؟ كيف يعني مو نحن عيلة عادية؟ نحن مو مثلهم، عيلة مثل كل العالم، يعني أب وأخوات وأم وعيلة. نحن مو مثلهم، نحن ما لنا عيلة بنتي. نحن عيلة كمان، ليكي عندك جدك وعمك كمان. أمي لا، مو هيك قصدي، قصدي لو إنه أبي كان عايش، بتمنى لو إنه موجود وعايش معنا، وإنه يكون في عندي إخوات. طيب يعني شو مشكلتك؟ ما فهمت عليكي. مشكلتي إنه أنا ما عندي عيلة، إني تربيت بلا أب بنوم، عشت كمان بلا أخ وأخت، أنا ما عشت جو العيلة أبداً. حبيبتي أنا شو ذنبي؟ شو دخلني أنا بهالقصة؟ قصدي كان فينا نكون غير هيك. هذا الحكي جنان، ما فينا نعترض على حكم الله بنوب. اسمعي أمي، أنا وبابا. شو؟ قلتي بابا شي؟ هيك سمعت، بس تيكون اجى لهون يا مريم. استغفر الله العلي العظيم. لا لا، شو بدي اجيبه لهون بابا؟ شو بيعرفني؟ لو كان تحت الأرض بسبع طوابق كان طلع مثل الشيطان. مين يلي عم بيدق لك هلأ؟ أمينة أمي، أمينة. دخيلك يا الله. ألو، قلي لي أمينة شو صار؟ أسماء روحي شغلي الراديو بسرعة. بس هلأ أنا مشغولة ما فيني. لك شو ما فيكي، عم يحكي عنك. عم قلك هلأ ما فيني، عندي شغلات أهم منه. هيت الصفلي، عم تروحي عليكي كتير قصة. هل الزمان الذي يذهب على أجنحة العصافير هو شيء من راحتي؟ أم بطل أساسي تم نسيانه في هذه الحكاية؟ لطيفة ومدللة كاسطنبول، حكاية أميرة خائفة مثل طيور النورس ذات الأجنحة البيضاء النقية. لقد طارت وذهبت، والآن الحكايات دون أحد. كنت قد صدقت أن هذا الحب من طرفين، وربما قد أخطأت. أعرف أنها تسمعني وفي هذه اللحظة تفكر بي. هذا أمل بداخلي، وسأنطر. Elini son defa yanağıma koy, istemiyorsan giderim giderim. Serin bir sonbahar akşamında söz, ismini unutur silerim silerim. Kalem olsa
daha yazsa bebeğim, bebeğim, bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin Zeynep Habibti. أنتِ ربيتيني بدون أب من سنين، دائماً عم أكبر وأنا ناقصني شيء، ولا مرة عشنا حياة طبيعية أبداً، كان ممكن ما يصير هيك أمي. كان ممكن ما يصير معك هيك.